أنا قريت وتخرجت من جامعة أفريقيا العالمية. في بداية دخولنا للجامعة كنا بنقرأ طب وطب أسنان مع بعض، كان عددنا كبير شديد في قاعة واحدة، وكان في حاجة مميزة لنا، إحنا جايين من مدرسة حاجة بيئة صغيرة، فجأة جينا لمجتمع كبير ولقينا معانا عدد كبير جدا من الطلاب الأجانب الوافدين. أنتوا عارفين إن جامعة أفريقيا بتستقبل سنويا حوالي 2000 طالب من 75 دولة مختلفة، ديال كلهم كده نبين نلقاهم في القاعة. فجأة كده نبين نلقى نيجيريين قاعدين، صوماليين قاعدين، أتراك قاعدين في القاعة. لكن كان في مشكلة، المشكلة دي من بداية السمستر، من أول سمستر لحد نهايته أنا لاحظت عليها إنه الطلاب ما كانوا مندمجين مع بعض. كل مجموعة من الطلاب بيجوا المحاضرة بيكونوا قاعدين جنب بعض، يعني ما داخلين ديل نيجيريين من أشكالهم بيلبسهم معروفين، ديل أتراك قاعدين جنب بعض، ديل أثيوبيين، ديل تشاديين، حتى نحن سودانيين كنا مقسمين، شهادة عربية بيكونوا أصحاب برام وشهادة سودانية كانوا بيكونوا برام. المشكلة دي أنا عن نفسي ما كان عندي مشكلة، يستحيل يعدي يوم أو يومين ما كنت اتعرفت على زول بيتأولت من دولة مختلفة، كل يوم بيجي أسأله أنتوا بتلبسوا شنو، بتاكلوا شنو، الكلمة دي شنو، هي لغتكم، يعني ما كان عندي مشكلة. في فترة وجيزة جدا أنا تقريبا صاحبت كل القاعة، وكمية من الناس المجمع الطبي ما كانوا فاكرين أنا سودانية، عشان كنت بتعرف على الأجانب وبكون قاعدة معاهم طوالي. لكن المشكلة كانت شنو بالنسبة للطلاب دي، ما قادرين يتعاملوا مع بعض، السمستر ماشي والمشكلة دي حاصلة. مع نهاية السمستر كان في معرض يتعامل، المعرض ده عبارة عن خيمة كبيرة كده في عاملينها في الساحة، الخيمة دي مقسمة من جوا لسبيس مساحات صغيرة، كل مجموعة من الطلاب مدينهم مساحة يعرضوا فيها نبذة عن دولتهم، يعني بي داخل المعرض كده بلقى ده المعرض النيجيري، الطلاب النيجيريين بيكونوا عارضين نبذة عن التاريخ السياسي بتاع دولتهم، الموقع الجغرافي بتاعه، بيكونوا عارضين لنا زي التقليدي بتاعهم والوجبات التقليدية الخاصة بيهم. فيلا دي آداب المعرض ده، بعد ما اتعمل الناس بدأت تتداخل مع بعض، يعني ده كان مفتاح لكسر حاجز العزلة بين الطلاب. بعد المعارض أنا بيجي داخل المعرض تقريبا من بدايته لحد ما أجي طالعة بكل لفيت على كل الدول الموجودة، ما كنت اتعرفت على حاجات كثيرة، يعني أنا عن نفسي صاحبت الناس وعرفتهم، لكن لما جيت برضو المعارض عرفت حاجات، يعني أنا لو دخلت أي جامعة تانية يستحيل كان أعرف الحاجات دي. وكان في حاجة اللي حصل ليها برضو، المعارض ما كان بيحضروها الطلاب السودانيين، يعني يقولوا في حفلة بتاعت استقبال طلاب جدد كلهم بيمشوا الحفلة لكن ما بيجوا المعارض. المهم السمستر بدا وقرب على نهايته، فيوم أنا كنت بتصفح في النت لقيت إعلان عن مهرجان سينمائي شبابي عالمي. المهرجان ده أي زول من العالم عمره لحد 25 بيتولد ممكن يشترك فيه، أعمل لي فيديو صغير يكون محتوى الفيديو قصة عن التباين الثقافي وعن الهجرة وأثرها على الناس، وأقوم أرسله أونلاين أو أرسله عن طريق النت يعني. فأنا عملت، أنا طوالي شفت الفيديوهات اللي تعرضت في المعارض في المهرجان ده وعجبتني، أنا أصلا مهتمة بموضوع التنوع الثقافي، فطوالي كان في رغبة إنه أنا أشترك في المهرجان ده، فبدأت عمل الفيديو، والفيديو كان تصوير للمعارض اللي بتتعمل لي، فأنا كنت بمشي أخذ صور، والصور كان بتوضح الناس تي واقفة بيتعرفوا على الثقافات المختلفة، فجمعتها وعملت الفيديو ورسلته. بعد ذاك الفيديو بتاعي وصل لحد المرحلة الثالثة، أنا كنت فرحانة شديد لأنه أنا أول سودانية اشترك في المهرجان ده، في سنة 2013 كان في 71 دولة مشتركة، أنا من السودان الوحيدة اللي كنت مشتركة في المهرجان ده، وأخذت عليه شهادة عالمية، يعني ساعدتني كثير، فتحت لي آفاق أنا أصلاً ما كنت متوقعها، وفي نفس الوقت كنت فرحانة أكثر ليه، لأنه بينت للناس وعرضت ليهم التباين الثقافي الحاصل في جامعتنا، عرضت للناس كيف إنه 2000 طالب من 75 دولة مختلفة قدروا يعيشوا في مكان صغير ويتقبلوا ثقافات بعض ويكونوا متصالحين ومحترمين بعض. فبعد ما عملت الفيديو ده جاتني رغبة إنه أنا أعمل فيديو عن التنوع الثقافي الحاصل في السودان. زي ما إحنا عارفين إنه السودان عبارة عن خليط من القبائل العربية والأفريقية والنوبية، عندنا عدد كبير جدا من اللهجات، يعني عندنا تنوع ثقافي تقريبا ما موجود على مستوى السودان. وعندنا صناعات ثقافية، أنا كنت بتفرج في معرض كده فجأة لقيت صور للعنقريب، العنقريب ده تقريبا كل الناس بتعرفه صح؟ العنقريب والبمبل، دي المعروضات في معرض في أمريكا بيتباعوا ب 199 دولار،
ف هسه انا ممكن القى لي زول مولود وعايش برا السودان ما عارف اصلا ده صناعتهم سودانيه صح؟ دي مشكله. احنا ما عندنا اهتمام بالثقافه، ما عندنا اهتمام ده واضح جدا من خلال الحروبات القبليه الحاصله في كل اجزاء السودان، العنصريه يعني ما كل ناس شايفين كل قبيله شايفه نفسها احسن من الثانيه، ما مدين نفسنا فرصه نتعرف على الثقافات المختلفه. فدي كانت مشكلة. وخاصة أنا قريت لتقرير الأمانة العامة للأمم المتحدة بتقول إنه 3/4 الحروبات في العالم عندها أبعاد ثقافية، يعني عدم الاهتمام بالثقافة وعدم تقبل الثقافات الغير. فبدأت الفيديو كده عايز أعمل الفيديو عن التنوع الثقافي في السودان، فكنت عايز أشوف مدى اهتمام السودانيين بالتنوع الثقافي. عملت استبيان، وفي الاستبيان ده أنا في سؤال كنت مركزة عليه، السؤال ده عايز اعرف نسبة الناس اللي عارفين انه في يوم اسمه اليوم العالمي للتنوع الثقافي من اجل الحوار والتنمية. عملت الاستبيان ووزعته في الجامعة، وطبعا جامعتنا زي ما انتم عارفين زي ما قلت لكم في عدد كبير من الاجانب، فكانت النسبة 3%، والنسبة الصادمة دي كانت بالنسبة لي صدمة، حتى 3% دول ما كانوا سودانيين. انتوا هسه هنا في دول عارف اليوم ده؟ فالنسبة دي بينتين السودانيين اصلا ما مهتمين بالتنوع الثقافي، ما مهتم يعني ما مدين احنا نفسنا فرصة عشان نعرف الثقافات الغير ونهتم بها. اليوم العالمي للتنوع الثقافي ده تقريبا بتحتفل به كل دول العالم المتقدمة، بيكون فيه يوم عرض الافلام الثقافية، بيكون فيه دورات تدريبية جامعة للثقافات، فيه يعني الوجبات التقليدية بتتعرض في اليوم ده، يعني حاجة معروفة، لكن احنا كسودانيين ما عارفين اليوم ده. فأنا عن نفسي عملت الفيديو وبينت التنوع الثقافي الحاصل في جامعتنا وعرضته على مستوى العالم، وعايز أعمل فيديو وأبين التنوع الثقافي الحاصل في السودان. أسي هنا أي زوج جاي من ثقافة مختلفة يشوف نفسه بيقدر يعرضها كيف ويقدمها للناس، وأخيرا التنوع الثقافي كي نعيش سويا بصورة أفضل.